يلا يا عم، هقول ايه بقى؟ تمام، يبقى انا هودي اول حاجة هاجي على جنب كده، يعني انا هاجي هقول له الدومين ايكوال، هاخد النيجاتيف 2 اكس بس كده بلس 3، هقول له مور ذان ايكوال 0. وبعدين بقى يا عمور هودي، ها اتفضل، ال 3 بالنيجاتيف 3 هنودي الاكس. والله فكرة. طب ايه رأيك بقى انا اعمل زيك؟ يعني انا عملت كده، بس انت فكرتك احلى واحلى، بس انا هعمل الايه اللي فيها لخبطة، يعني انا هقول الطالب هيلخبط نفسه واشوف هي ايه، عكا يعق عكا ولا هيحلها صح. يبقى ادي النيجاتيف، تمام كده، هقول هنا نيجاتيف 2 اكس، تمام، مور ذان اور ايكوال نيجاتيف 3. حلو الكلام. طب دلوقتي عايزين نتخلص من مين؟ من نيجاتيف 2. يبقى هعمل نيجاتيف 2 اوفر هنا واوفر هنا. خلي بالنا لما نيجي نعمل في انيكواليتي اوفر نيجاتيف نمبر لازم نعكس الدايركشن اوف انيكواليتي ساين، يعني بدل ما هي مور ذان اور ايكوال تبقى ليس ذان اور ايكوال. وبعدين النيجاتيف 2 هتروح مع دي، يبقى الباقي اكس، اكس ليس ذان اور ايكوال ايه، النيجاتيف هيروح مع النيجاتيف، يبقى 3 اوفر 2. خلي بالك من الانيكواليتي، خلي بالك امتى بتتقلب الانيكواليتي ساين، امتى بتقلب الانيكواليتي ساين؟ لو بعمل اوفر نمبر نيجاتيف، خلي بالك من الحته دي. طب لما اقول لك الاكس ليس ذان، إذا 3 اوفر 2 اللي هي 1.5، يعني ممكن اقول الاكس تبقى 1 ب 0 بنيجاتيف 1، ها نيجاتيف 2، ها اند ايه نيجاتيف انفينيتي، انت ماشي كده ناحيه النيجاتيف. ولما نيجي نكتب الدومين ارجع تاني واقول لك، ها من اقل حاجه لاكبر حاجه، مين اقل حاجه عندنا؟ النيجاتيف انفينيتي، هتكتب ليفت وبعد كده احط 3 اوفر 2 وهنا هتبقى طبعا اوبن، اما ناحيه 3 اوفر 2 هتبقى اوبن برضو، صح يا حبيبه؟ حبيبه يا حبيبه، معايا اولاد معانا، ها معايا معايا حبيبه. تمام، انا مش عارفه انا عندي كام مشاركه دلوقتي. ما هو في اهو، بس انا برضو ايه ده، ده انا عندي 4 بس، عندي 4 بس، ما شاء الله. اول شفت، والله العظيم انا كنت بقول كده، كنت بقول للناس مش هتحضر، طالما هسجل الناس مش هتحضر. طيب ماشي. النت ما بيفصلش غير النهارده. طب ماشي ماشي. طالما عندك معنج يبقى عندهم معنج. طب ما عنديش معنج ليه؟ ماشي يا حبيبي، ما تدافعيش عنهم يا حبيبي لو سمحتي، ما تدافعيش عنهم. عموما انت ايه، مندوبة عن الادبي، تمام، لكن المشكلة في العلم. طيب نكمل. في دعوة بيهم. طيب نقفل بقى دي كده. نرجع تاني، بنقول ايه، بنقول روح اجيب القلم تاني واروح اعمل ايه ده، ليه كده؟ قول لي ايه، the meeting will end for participant in 5 minutes، عندي 5 دقايق والميتنج هيفصل. اوكي ماشي، مع بعض مع بعض عادي جدا. ماليش دعوة. الاكس بتدي الفاليو، انت بتتكلم عن الاكزامبل بتاع نمبر 3. تمام، بص هقول لك على حاجه، طبعا انا لو عوضت عن الاكس ب 3 اوفر 2 هلاقي هيطلع لك المهم ده بزيرو، يعني روت الزيرو هينفع. لا ليه بقى؟ ليه؟ هقول لك يا سيدي، تعالى السؤال ده حلو قوي. لو خدنا مثلا فور اكزامبل نيجاتيف 1، تمام، طب نيجي هنا نحط الاكس بنيجاتيف 1، طب ما هو نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 ملتبلاي ما بينهم هيدينا الناتج بوزيتيف 2، 2 و 3 5، وبالتالي في روت ال 5 هتنفع. كويس بقى على كده، لان عندك النيجاتيف 2 دي نيجاتيف، ال 2 نيجاتيف،
multiply by negative, negative by negative هيديك positive. تمام كده؟ جميل السؤال ده. نيجي بقى بعد كده اولاد نتكلم على فاضل لي 5 دقايق. طيب هو يفصل لوحده. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم بتكلم على ايه؟ بتكلم على الاكزام اللي ورا. بيقول لي ايه؟ اف اوف اكس ايكوال كيوب روت. خلاص كده كيوب روت، خلي بالك ده غير لك اهو نوع الايه، نوع الروت خلاه كيوب اوف 9 ماينس اكس باور 2. ايه بقى هنا الدومين هنا عباره عن ايه؟ مين الشاطر اللي هيقول ار ماينس؟ اولا هنا مش بقول ار ماينس، كويس قوي انت قلت ار ماينس. ليه بقى؟ لان انا مش قدام راشونال، الراشونال الوحيده اللي بقول فيها ار ماينس، لكن انا هنا بقول ايه، باخد اللي تحت الروت وبعدين بخليه مور ذان اور ايكوال 0 واحل الانيكواليتي واطلع انترفال. هنا اغلب اللي بطلعه بيبقى ايه، انترفال. تمام تمام. طيب 3 اور نيجاتيف 3 برضو لا. طب ماشي، بدل ما تحلها بقى بص الاول على الديجري اوف روت ده جاي ده ايه. ايوه لا، قلنا لو الديجري اوف روت كان اود ساعتها بيبقى الدومين عباره عن ار. اجيب لك البيج اللي احنا اتكلمنا فيه اهي اهي، طالما اود يبقى هنا ار، وبالتالي انا هنا هحلها وانا مغمض. فاهم حاجه، بص والله بتشوف كذا حاجه، لازم اشوف اول حاجه نوع الروت البدايه ده ايه، ده كده اود، طالما اود يبقى ايه ار على طول، لان قلنا الكيوب روت مثلا بيبقى ليه ايه، بيبقى اي حاجه تنفع معاه، في كيوب روت لاود لبوزيتيف ونيجاتيف وزيد، فخلاص يبقى هنا هقول ايه، هقول ار. نمبر 5 بيقول لي اف اوف اكس ايكوال، ومديني روت لحاجه كده طابور من الايه، من الترمز. انا هاخد مين؟ هاخد 4 اكس باور 2 ماينس 12 اكس بلس 9 واقول مور ذان اور ايكوال 0. واحد يقول يا ميس بس ما انا حاسس ده بيرفكت سكوير على طول، الفيرست اللي روت، الثيرد اللي روت، الميدل روت الفيرست باي روت السكند باي 2 اللي ماشي. واحد تاني يقول لي ايه، لا انا بيلخبطني قوي، انا هروح اعمل فاكتورايزيشن. واحد تالت يقول لي بص مس بسمه، انا اروح ايه اعملها بالكالكوليتر خلاص كده واشوف الريزلت كام اهو. تمام، فهقول لك ماشي اعمل اي حاجه، كل الطرق تؤدي الى روما. تمام، ادي هنا 2 اكس خلاص كده ماينس 3. تمام كده يا عم، ماشي صح؟ تمام يعني تمام. هي ال 4 اكس باور 2 يبقى 2 اكس و 2 اكس، ال 9 3 و 3، وطالما الثيرد ايه بوزيتيف يبقى الاثنين دول نفس الساين. يبقى معنى الكلام ان 2 اكس ماينس 3 اول باور 2 مور ذان ايكوال ايه 0. طيب خلي بالك معايا، بص كده بص وقول لي يا ترى الدنيا هتبقى عامله ازاي. انا هقول لك 2 اكس ماينس 3 اول باور 2 مور ذان اور ايكوال 0. طب لو الاكس هنا كانت بوزيتيف، لو الاكس كانت بوزيتيف هل الريزلت هتبقى الناتج هيبقى بوزيتيف؟ يعني انت عندك براكت باور 2، عندك براكت باور 2، هل البراكت باور 2 ده برافو عليك اي بالظبط، يعني اي حاجه يا جماعه باور 2 انت مغمض، ده لازم تبقى بوزيتيف، يا بوزيتيف يا اما زيرو لو كان اللي تحتيها ده قيمته بزيرو، مش ممكن تبقى نيجاتيف. اختار اي حاجه، هات لي نيجاتيف 4 باور 2 هتديها هتديك 16، هات لي 4 باور 2 هتديك 16، يعني اي حاجه باور 2 تلاحظ ان باور 2 لو اللي تحتها نيجاتيف هتخليه بوزيتيف، وبالتالي انا مش هروح اعمل حاجه، انا هنا بالظبط هنا في ار على طول. يبقى لو انا تحت السكوير روت عندي بيرفكت سكوير على طول، انا مغمض هقول ار على طول. ليه؟ لان البيرفكت سكوير باور 2، اي حاجه باور 2 لازم تبقى بوزيتيف فهتنفع معايا. طيب اللي بعده مديني ايه؟ مديني اكس باور 2، خلي بالك ممكن يفصل في اي وقت، ماينس 4 هقول مور ذان اور ايكوال 0. طيب ال 4 اعمل فيها ايه ولاد؟ اوديها بعكس الساين صح كده، يبقى الاكس باور 2 مور ذان اور ايكوال بوزيتيف 4. طب انا عايز الاكس هاخد السكوير روت هنا وهنا، بس لازم الناحيه الثانيه احط بوزيتيف اور نيجاتيف، يبقى معنى كده ان الاكس مور ذان اور ايكوال ايه، بوزيتيف اور نيجاتيف ايه 2. طب دي امشيها ازاي؟ دي امشيها ازاي؟ عايزه اقول لك بقى دي ساعتها لازم نرجع، يعني نمبر 6 ونمبر 7 لازم نرجع الاول للشغل اللي احنا كنا بنشتغله السنه اللي فاتت،
اللي هو بيتكلم على ايه بقى؟